Hello everyone this is chef nalo with you all the way from norway in the following series i will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home ماء من الصنبور لكل 4 لتر ماء كوب من الملح ونحرك جيد لماذا محلول الماء هو التخلص من الاشياء الغير مرغوب فيها مثل الدم وما الى ذلك دجاجة تقريبا حجمها بالشكل هذا كيلو ستمية جرام مثل ما هي هيك وزنها كيلو ستمية جرام نضعها محلول الملح لمدة ساعة نضع الخضار هي اختياري جزرة كبيرة او تنتين صغار بنقطعهم مثل هيك والبصل واحدة كبيرة او تنتين صغار ايضا هو اختياري هيك قطعناهم نضعهم في اسفل الوعاء نوضع فلفل اسمر حبوب او مطحون هو ايضا اختياري الموجود عندكم التوابل هي اختياري نوضع ورق الالمنيوم وبنوضع الغطاء من لازم نحكمها تماما وممكن نوضع كمان تقول فوق الطنجرة او الحلة ونوضحها على المقود درجة الحرارة لازم تكون خفيفة جداً لمدة ساعتين لازم يكون تحت المتوسط لمدة ساعتين تقريبا ويمكن استخدام أي طريقة لطهي الدجاج المهم الدجاج يكون ناضج مثل هيك أي طريقة استخدموها أنتم متعودين عليها أهم شيء يكون الدجاج ناضج مية بالمية يعني دوب دوب مثل هيك أي طريقة بتكون إياها استخدموها ممكن سلق المهم يكون ناضج مية بالمية هيك بعد ساعتين وطعم الملح مش بارز كتير في الدجاج الملح يعني ممكن انتو تتزوقوها واذا لازم ملح ممكن نضيف ممكن نضيف الملح التوابل هي اختياري ممكن اضافة مكعبات مرق الماجي ممكن زيتون ممكن اي نوع توابل هو اختياري مثل انت ما انتو شايفين الدجاج كتير ذايب هذه الطريقة انا بفضلها اكتر ولكن انتو تستخدموا اي طريقة بدكم اياها نوضع الخضار مع الحبوب بالفلفل الأسمر نوضع أيضا هو اختيار إذا أنتو بدكم توضع فلفل أسمر هاد المرقة بنصفيها إحنا عاوزينها نجيب واحد راس صغير من البنجر وبنبشره إحنا عاوزين ناخد السوائل اللي في قلبه فقط نعصره ونأخذ الميه هيك أصبح جاهز نضعها مع الخليط احنا لزمنا سوائل كوب ونص اذا خص علينا من المرقه بنضيف ماء ساخن ونضيف خمسين جرام من الجيلاتين بالتدريج جيلاتين في نوع بقري وفي من الاسماك وفي نباتي انتم شوفوا المناسب لكم اهم شيء الجيلاتين نضيفه بشكل تدريجي شان ما يكتل معنا والماء يكون والمرقه تكون ساخنه او دافيه يعني بنوضعهم على الخليط ومن وبنخلط المكونات كلهم مع بعض ممكن نستخدم اي نوع خلاط متوفر عندنا اي نوع المهم نطحنهم جيد اذا محتاج ماء ممكن نضيف له قليل من الماء لو انتم حاسين انه محتاج ماء ممكن نضيف علقتين ما تدريج مثل هيك لازم يكون بالضبط مثل ما انتم شايفين هيك روعة بنسكبو بنجيب اي عبوة متوفرة عنا اي عبوة بلاستيك متوفرة عنا وبنفتحها ممكن نقصها مثل ما انتم شايفين الموضوع كتير بسيط وكتير سهل ونسكبه هيك نخرج كل الهواء اللي في الداخل ونضع قطع نضعها بالتلاجة لليوم الثاني ضروري تكون بالتلاجة لليوم الثاني وهيك باليوم الثاني نفتح العبوة فرجيكم كيف شكلها من الداخل وإذا بدكم مرتديلا نباتي اكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا أنتم حابين نعمل مرتديلا نباتية اكتبوا لي بالتعليقات إذا أنتم معنيين مثل ما انتم شايفين هي كتير روعة ومثل الجاهزة وهذا ممكن هذا اللي زاد معي حطيته صبته بالكوب البلاستيك ممكن نوضع بالكوب البلاستيك نفس الشيء اي شيء متوفر عندكم بالبيت هي كتير روعة وانتم حطوا توابل انتم بدكم اياها في امان الله تزرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة